لابور وغادي لاربع اليوم الخميس والماتش ملعوب نهار الاحد. غادي نمشي للسفاره ديال الكونغو باش نشوف واش يقدروا يعطوني الفيزا في نهار ولا في يومين باش نمشيو لكينشاسا نديروا فلوغ ديال الفينال غوتوغ ديال كوب دو كونفيدراسيون ما بين الرجاء وفيتاكيو. واحد الدريت هو غادي لكينشاسا. الله احنا مازال حاصلين الحمد لله. هي وصلت واحد لا لتر من الكلوب ديال الرجاء وصلت للامباساد هنايا. دابا عاد نقدر نطلع نخلص 900 درهم ديال الفيزا. هتكون اسرع فيزا خديت في حياتي ديالي هذيك. جيت اليوم غادي ناخذ الفيزا اليوم. واخيرا ها هي الفيزا. 4 ديال السوايع فهاد القنصليه الحمد لله كانت كافيه. شرفنا هنا. انت شحال الوقت باش تفاجي فيزا؟ 20 يوم. انا راه عندي 4 ديال السوايع خديت فيها الفيزا. من بعد ما درت لكم فلوق ديال الرجاء كونتر فيتا كلوب فينال الي ديال لاكوب ديال الكونفدراسيون في دورور والامبيونس الزوينه اللي كانت في الطيران كنت متحمس بزاف باش نمشي لكينشاسا ندير لكم ان اوتر فيديو. الحمد لله هاد السفيره ولات بوسيبل مع كيونيك اللي عرضت عليا باش نمشي نحضر معاها الماتش في الكون. نمشي هادي 10 ديال الليل لو فول كاين مع 4 ديال الصباح. غادي نمشي نتلاقى مع الجمهور باش غادي نطلعوا المطار محمد الخامس. قبل من هادشي كامل نمشي نتلاقى مع ولاد الدرب اللي ما فراسهمش. انا غادي للكونغو دراري. السلام عليكم. اسمعي عشان فين غادي؟ غادي للكونغو. اش غادي ما كنتي غادي ودابا غادي غاس افيونيت اللي عرضت علينا نمشيو معاه. بالخير بربوحه ان شاء الله. ان شاء الله هادي 4 ديال الصباح الموت ديال البرد هنايا. الدراري هما بداو كيتجمعوا واحد شويه غادي ندخلوا للمطار. Comment ça va? Ça va et vous? Bon, ça quel va? Est le meilleur gars? Deux personnes, aujourd'hui. Ah. 5-0. الحمد لله من بعد 6 سوايع تقريبا ديال الفور وصلنا بخير وعلى خير الحمد لله للمطار ديال كينشاسا. الكاس ان شاء الله. الكاس هو كل شيء. اخويا حمزه على الجيل حنا شدوا معنا الكاس ان شاء الله. كاين معنا قضيه ديال 60 دولار. 60 دولار لا ما خلصناش 60 دولار. قال لك اللي جاب اللي دار لو فاكسان ماشي دي جوغ افون لو ديبار ما غادي يخلص 60 دولار. فيه الحمد لله. لا ما خلصناش. Il faut aller avec le couple. C'est pour ta quelle équipe? Moi, je suis supporter des Renaissances. Hein? Lema Mabidi, il va marquer un but. Lema Mabidi, Lema Mabidi, Lema Mabidi. Ok, ok. Hey, beau gosse, ça va? Ça va. C'est quoi ça? Ça, c'est le fils de l'Armex. Tu supportes quelle équipe? Moi, je supporte le Mazembe. Le Mazembe? Oui, je suis le TP Mazembe. Bon, mon pronostic, c'est si. J'ai dit ceci, parce que le Casablanca qui a déjà gagné 3-0 là-bas. 5-0. Ici aujourd'hui, si les Vita qui fait les blagues, Casablanca qui va gagner encore 2-0. زعمي غادي نقدم لكم واحد السيد اللي سبق لنا لهنايا بثلاث ايام. ايوب شوا كاميرا مان دراجة صافا لاباس عليك؟ كيف وصلتي؟ بخير الحمد لله. بكم هاد الناس ولا والو؟ ما نكذبش عليكم كاين شي ترحيب. البارح قرانا فيسبوك كامل قرانا بلي شي مشكل طرا الصحفيين تعداو عليهم. الصحفيين ديال منعت منها ايوب هادي. لا منعت منها داك الشيء مع الكار. واحد القضيه زوينه في هاد المدينه ما عندوش فيه لوجات.
والله ما عندوش دور. وقولك واحد القضيه، البوليسي هنا عنده مخالفه في شكل، عنده مسمار ولقطه، الا درت شي مخالفه تفرقع لك الرويده وتجبد اللقطه. وحق الله شكرا بزاف على كاع هاد المعلومات، انت سبقتينا لهنايا، شكرا بزاف اخويا. ولكتي ناس تولي شي شاف انا كيديك دابا فين كيدير انا يلاه شي راه كاين في الليمن باش نمشي واحد البلاصه واعره سميتها الواد ديال الكونغو دابا استريناو مزيان غير المشكل اللي كان هو النهار الاول نهار درينا طفاو الضو ودرينا في الظلمه دولا كانت غير بحال الازالات العياء ماشي شي حصه مهمه اليوم تحقتوا بينا مجموعه من الزملاء ديال تونسو ديال العام نتمنوا هاد الباركور درناه كامل يكمل بلاكو هذه الخمسه ديال العشيه باقي ثلاثه ديال السوايع على الماتش غادي نركبوا في هاد الكار باش غادي نمشيو للدير الله يا ربي ان شاء الله يا ربي كيفاش غادي نعاودو اليوم هادشي دا خويا بدا بغينا نهبطو لازون ديال لي فوتوغراف حيت عندنا لاكريديتاسيون باش نزلو لتحت لقينا بالبوليس ديالو حنا سولناهم غير فين كاينه البلاصه قلنا غنديوكم قلنا لهم واخا غنقدرو ندورو معاكم من بعد قالوا لينا كونغو كله بغا يضربنا كلشي جا بغا يضربنا انا الحمد لله كنقول لهم اني ايجيبتيان حنا ماشي انا من ايجيبت ايوب راه كيعيطوا لي الراديو خاصو يدوز ديريكت يعني غير تراجيدي تراجيدي كتسمع واو واو انا البوليس خشي يديك جيبي بغا ياخذ لي التليفون البوليس ديال هادشي هو البوليس بغا ياخذ لي التليفون كون عطيتوش انا 5 دولار وانت 5 دولار ما رجعوناش واو المهم جد مستحيله باش هبط لتحت امبوسيبل ما كانوش البوليس اسكورطاونا راه ما رجعنا لهنايا الحمد لله بقى
الناس تشفروا ليها فلوسها، الناس تشفروا ليها غير لافيس ديالها منزله فيها الباسبور. الناس دابا ماشي ليها باسبور، السيده هي والراجل اللي معاها مشى ليها الباسبور ديالو. Next morning. الحمد لله يسر لنا الله. Je gagne la médaille d'or avec les Raja, donc je suis fier de moi et puis je suis fier du Raja. كنت معكم في كينشاسا، عشت معكم المقابلة والضغط ديالها، وخصوصا آخر 15 دقيقة اللي كانت صعيبة. أكيد اللقب ما كانش سهل أنس. الحمد لله الصبر ديال الدراري ولا الجماهير اللي تاهما تكرفسوا وتعذبوا، الحمد لله رجعنا الهيبه والقيمه ديال فريق الرجاء البيضاوي للساحه الافريقيه، باش ان شاء الله من هاد السنه هذا اننا نمشيو في خط تصاعدي نرجعوا كيف قلت لك باحسن صوره ونواجهوا يعني كاع المقابلات الافريقيه بامتياز. شكرا بزاف انس، كنتمنى لك ان شاء الله مزيد من الالقاب في المسيره ديالك. لي زامي شكرا على متابعه الفيديو، كنتمنى ان لو فلوغ ديال اليوم يكون عجبكم. شكرا كيونيت كي سبونسوريزي هاد لا فيديو وخلات لو فواياج لكينشاسا يكون بوسيبل. شكرا للرجاء على تحقيق هذا اللقب، كنتمنوا استمرار تألق الانديه المغربيه في المنافسات القاريه والعالميه. شكرا لجمهور الرجاء اللي تنقل حتى لكينشاسا باش يساند ويشجع الفرقه ديالو باش حققت هذا اللقب. كنتسنى لكم التعليق ديالكم وكنتسناكم كذلك تبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم. نتلاقاو ان شاء الله قريبا في دوتغ فلوغ. خليكم دائما متبعين على الراديو مارس.